وفقا لتقارير المنظمة البحرية الدولية، فإن 90% من التجارة الدولية يتم نقلها بحرا عن طريق السفن. والبحار العاملون على متن هذه السفن ليسوا فقط مسؤولين عن تشغيل السفن، ولكنهم مسؤولون أيضا عن نقل وتسليم البضائع بشكل آمن. وللعرب دور مهم في تاريخ التجارة والبحار، حيث يعد الملاح سليمان التاجر من المصادر الهامة في المعرفة الجغرافية والتاريخية لبحار آسيا. ويرى كثيرون أن قصة السندباد البحري ما هي إلا نسج لأوصاف هذا الملاح العربي في القرن التاسع الميلادي. وكذلك سجل الملاح البحري أحمد بن ماجد عددا كبيرا من الكتب في القرن الخامس عشر، بعد القيام برحلات واسعة في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. ولقد لمع اسم ابن ماجد والبحار سليمان المهري في الأوساط العلمية الغربية بعد عثور المستشرق الفرنسي جبريل فيران على مخطوطات ومؤلفات من علم الملاحة. وورد في كتاب البيروني أوصاف للبحار الشمالية المتجمدة والكائنات البحرية. ولنتعرف أكثر حول هذا الشان وهذا الموضوع البحري وأهميته في حياتنا، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نبيل بن عيفان، نائب مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا، باحث دكتوراه في إدارة الموانئ بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية. يسعد صباحك. أهلاً وسهلاً، أنا سعيد أكثر بتواجدي معكم مع هذه الكوكب الطيبة من الإعلاميين المتميزين في هذا البرنامج الجميل الذي بإذن الله نحاول نسلط الضوء فيه على أهمية النقل البحري وأهمية الموانئ، وبالأخص في صناعة النقل البحري اليمني بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. أكيد. أستاذ نبيل، بداية حدثنا عن أهمية النقل البحري والصناعة في هذا الجانب. ما شاء الله المقدمة كانت خير مثال على الأهمية. يكفيك بالأرقام أن 90% من التجارة العالمية تنقل بحرا، فأهمية النقل البحري أهمية كبيرة، والدول الآن تولي الموانئ أهمية بالغة جدا، فهناك تنافس عالمي على الموانئ، على الدول التي لديها مواقع استراتيجية في هذا الجانب، في جانب صناعة النقل البحري. فأهمية النقل البحري كبيرة جدا، وخير مثال أيضا على أهميته ما حصل في الكارثة أو الجائحة كوفيد، وبقاء النقل البحري هو الوحيد الذي ينقل احتياجات العالم. كل أنواع النقل تقريبا توقفت، بقي هم الوصل بين العالم. يا سلام، فلم يبقى يعني في هذا الجانب للنقل البحري، وهذا يدل على الأهمية الكبيرة لهذه الصناعة، لذلك هي تسمى صناعة النقل البحري لأهميتها. نعم. إذن أستاذ نبيل، يعني في كل دولة نرى يعني تطل على بحر، أكيد في موجود موانئ، وفي موانئ عالمية كبيرة ومهمة. ما أهمية إنشاء الموانئ؟ الموانئ هي همزة الوصل، الموانئ هي البوابة الرئيسية لنقل تجارتك إليك ومستورد وصادر. الموانئ هي الأساس التجاري، يعني الذي يعني محروم من الموانئ هو الذي يعني يشعر بقيمة الموانئ. صحيح. الدول التي ليس لديها سواحل هي من تشعر بقيمة الموانئ، لما تتحكم في تجارتها الصادرة وتتحكم في احتياجاتها الواردة دول أخرى وموانئ أخرى، هنا تشعر بأهمية الموانئ. اليمن حباها الله بموقع استراتيجي يعني عجيب، ولكن مشكلة اليمن أنها لم تستغل هذا الموقع الاستراتيجي. نعم. اليمن بحمد الله تعالى يعني تطل على البحر الأحمر، تطل على البحر العربي، باب المندب، المحيط الهندي، 20,000 سفينة تقريبا سنويا تمر من باب المندب. نعم. أهمية كبيرة، يعني نحن في عرفنا اليوم على قول يعني اليمن عبارة عن أرضية على شارعين. نعم. على البحر الأحمر وعلى البحر العربي. البحر العربي من أهمية الساحل اليمني يعتبر كبير جدا مقارنة بدول أخرى. اليمن تملك 2500 كيلو متر ساحل، شريط ساحلي 2500 كيلو متر، ساحل طويل جدا. حضرموت ويعني حضرموت والمهرة وشبوة المتقاربة، أيضا محافظة سقطرى هي أكثر المحافظات التي بها شريط ساحلي، فهذه كلها يعني اشياء مهمه تجعل اليمن لو استثمرت هذا الموقع الجغرافي سيكون لنا شان كبير. يعني الان النقل البحري بالنسبه لنا كايراد في للدوله ضعيف مقارنه، مثلا الايراد الاول هو مثلا النفط ثم تاتي الزراعه وامثالها، النقل البحري ترتيبه بعيد. ليس لأن النقل البحري غير مهم، وإنما لأننا كدولة لم نستغل موقعنا الجغرافي، لم نستغل سواحلنا، فصار النقل البحري ليس مورد مهم من موارد الدولة. نعم. ونحن من خلال برنامجكم هذا يعني نأمل أن تجد الموانئ اليمنية أهمية. تتحدث عن ميناء عدن مثلا، ميناء عدن يعني يوم الأيام كان ثاني ميناء عالمي في موضوع تموين السفن،
ميناء عدن كموقع جغرافي، الميناء الذي لا يغلق نهائيا طوال السنة، يعني مواصفات في الميناء عالمية، ميناء قريب من الخطوط الدولية. نعم. لكن لعدم استغلالنا لهذه الثروة التي منحنا الله إياها صرنا متأخرين في جانب النقل البحري، وموانئنا صارت موانئ متأخرة للأسف الشديد، وبسبب الصراعات أيضا التي تطرأ دائما على الساحة، فهذا له دور أكيد في تأخرنا زي ما ذكرت عن أنه نكون سباقين ومستغلين لهذا الموقع الحساس اللي يعني تطل عليه اليمن. وزي ما قلت أنه اليمن يعني أرضية على شارعين، فمعنا منافذ بحرية مهمة جدا، وموقع اليمن مهم جدا. فنتمنى في المستقبل بإذن الله أنه يعني يكون فيه تطور في هذا المجال. أستاذ نبيل، السلامة البحرية أهمية يعني كبيرة جدا، ما تحققه، ما أهمية تحقيق مطالبها في الموانئ والمياه اليمنية؟ بعد ذي بدء، إيش هي السلامة البحرية؟ نحاول نعرف المشاهد للسلامة البحرية، لأن الشعار الاسم كبير قد تكون. السلامة البحرية يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: سلامة البحار أولا، عدم تلوث البحار بملوثات، بقاء البيئة البحرية بيئة آمنة. نعم. ثم سلامة السفينة ومن عليها من طاقم، فسلامة الأرواح تأتي في المقدمة في الصف الأول، ثم سلامة السفينة. فهذه الأشياء الثلاثة، سلامة الأرواح أولا، ثم سلامة البحار، ثم سلامة السفينة، هذه السلامة البحرية. العالم يعطي هذا الجانب أهمية بالغة جدا، وأنشأ يعني الأمم المتحدة مثلا لديها منظمة متخصصة تابعة لها، المنظمة البحرية الدولية IMO، أهم يعني هدفها الأول ومن أجلها أنشئت هو موضوع تحقيق متطلبات السلامة البحرية في البحار وفي الموانئ وعلى السفن، من أجل الحفاظ على أرواح هؤلاء الذين يقدمون هذه الخدمة الجليلة، البحارة الذين يغيبون عن أهاليهم بالأشهر في بحار متلاطمة، لابد أن يكونون سالمين، فلابد أن نحقق لهم السلامة بحيث يذهبون عند أهلهم ويعودون أهلهم وهم سالمين غانمين. ثم سلامة السفن هذه بحيث ما تحصل لها حوادث، ما تفقد، هذه مئات ملايين تمشي على البحر. نعم. لابد أن نلزمها بمتطلبات معينة لكي تكون سالمة. طبعا إيش الآلية؟ آليتها عبر تشريعات بحرية متخصصة، آليتها عبر أنظمة تنسق، آليتها عبر تدريب بحري معين. يعني من ضمن الأمور المهمة مثلا، لا يعمل في البحر إلا بحار متعلم، وليس كل تعليم، مثلا البحار الذي درس في أمريكا، البحار الذي درس في بريطانيا، البحار الذي درس في اليمن، البحار الذي درس في مصر، لابد أن يدرس نفس المواد، نفس المتطلبات. في البحر ما شيء اسمه جنسية، الكل يعتبر جنسية واحدة، لابد أن يكون مؤهل، أن يكون بحار مؤهل بحيث يساهم في إيصال هذه الآلة المهمة التي هي السفينة إلى بر الأمان. نعم، بإذن الله. ويعني حابين نتكلم أيضا على حماية البيئة البحرية من التلوث. زي ما تشوف أن التلوث يعني أصبح منتشر في كل مكان، على الهواء وعلى التربة، وأيضا أكيد وصل إلى البحار. كيف نحمي البيئة البحرية من التلوث، وما أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث؟ الأهمية قصوى، والعالم كله الآن متجه إلى موضوع البيئة البحرية. أهداف التنمية المستدامة تنقسم إلى ثلاث أهداف أساسية. أول شيء هو بيئي، كيفية حماية البيئة البحرية، سواء كان البيئة البحرية أو البيئة البرية أو تلوث الهواء، البيئة الهوائية الجوية. في البحر لدينا تشريعات جدا جدا قوية في هذا الجانب. السفن التي تتسبب في تلوث البيئة البحرية تغرم غرامات عالية جدا. نعم. الأنظمة الموجودة في اليمن مثلا، هي طبعا في هيئات، فيك ما تكلمت من قبل، في منظمة دولية تهتم بهذا الشيء، وفي كل دولة لابد أن تكون هناك هيئة خاصة بهذا الجانب. مثلا في اليمن عندنا الهيئة العامة للشؤون البحرية، من أهم مهامها هي حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري لو صار. يعني نحن أولا أحمي البيئة البحرية من التلوث. طيب لو صار التلوث أولا حادث، ماذا أعمل؟ لابد أني أكافح هذا التلوث البحري بحيث تكون البيئة البحرية سليمة. لماذا؟ لأن البيئة البحرية هي في النهاية تعود على الإنسان، هناك أحياء بحرية، هناك أسماك، هناك فإهمالي في هذا الجانب تعود على صحة الإنسان في النهاية. فلما تكون تصل هذه الملوثات إلى
الى الاحياء البحريه يقينا ستوصل الى الانسان وستتسبب في الامراض الكبيره التي نعاني منها حاليا يعني. طيب استاذ نبيل، الان الاتجاه العالمي حول التنميه المستدامه والتنميه المستدامه، فنسمع كثير هذا المصطلح. اين تكمن التنميه المستدامه في النقل البحري؟ شوف، التنميه المستدامه هي 17 هدف. الامم المتحده اتفقت على التنميه المستدامه 17 هدف وضعتها. القضاء على الفقر، الجانب الحياه الرغيده، اشياء كثيره. في البحر هدف متخصص خاص في البحر اسمه الحياه على البحار، الهدف 14. متخصص في موضوع البحار وحمايه البيئه البحريه وتنميه الموانئ. التنميه المستدامه هي ثلاثه تنميات. تنميه اول شيء بيئيه، حفاظ على البحار كما اسلفت، ثم تنميه اقتصاديه. من ضمن التنميه المستدامه تطوير الموانئ. من ضمن التنمية المستدامة أن تحقق هذه الموانئ للدول إيرادات كبيرة، أن تكون مساهمة فعلية في تنميتها والصعود بها. أيضا الجانب الثالث هو الجانب الاجتماعي، بيئي اقتصادي اجتماعي. لابد أن يحصل كل من يعمل في الموانئ أو في البحار أو في السفن أو يحصل على جانب اجتماعي، يحصل على مردود أولا كجانب معيشي، يحصل على اهتمام، ما يحصل له إجهاد. يعني عندنا مثلا من ضمن الاتفاقات اخر اتفاقيه مثلا بحريه دوليه يسمونها MLC، اتفاقيه البحار. هذه اتفاقيه متخصصه في العامل البحري، هذه اتفاقيه صادره عن منظمه العمل الدوليه. نعم. متخصصه ان اوفر لهذا العامل البحري الذي يعمل على السفينه، اوفر له كافه احتياجاته، لانه عندما انا يعني ما اوفر له هذا الشيء سيكون عليه اجهاد، سيكون عليه هم نفسي، سيتسبب هذا الإجهاد وهذا الوضع النفسي الذي عنده وهذا الوضع المعيشي عدم الاهتمام به سيتسبب في الحوادث. فلابد عشان أمنع الحوادث أوفر لهذا العامل، هذا الإنسان الذي يقوم بهذا الشيء الذي هو الهمزة الوصل، لأن 80% إلى 90% من أسباب الحوادث البحرية هي العامل البشري. 80% إلى 90% هو العامل البشري. فكيف أنا أحد أو أقلل من هذه النسبة؟ بأن أوفر لهذا العامل البشري الاهتمام الكامل، أمنعه من ضمن الأمور. مثلا ممنوع أنه مثلا يبحر أكثر من 6 أشهر. من ضمن الأمور أن حاليا أوفر له حتى شبكة الأنترنت بحيث يتواصل مع أهله، ما يكون قلق على أولاده وقلق على زوجته وعلى أهله. في أشياء كثيرة من ضمن هذه الأمور التي هي من ضمن أهداف التنمية المستدامة. وحاليا العالم متوجه بقوة لأهداف التنمية المستدامة، ولابد أن يكون لنا نحن كدول النامية بشكل أساسي ثم من ضمنها اليمن اهتمام بهذا الجانب. بإذن الله يكون في اهتمام زي ما ذكرت في هذا الجانب. وخلال هذا اللقاء في كثير أكيد من الشباب قاعدين يتابعون اللقاء وحابين أنهم يخوضون في مجال البحرية والتدريب والتعليم. يعني حدثنا عن جانب التعليم في الجانب البحرية، هل هناك معاهد أو جامعات تدرس العلوم البحرية؟ وإيش أبرز المحاور التي تأتي في دراسة هذا العلم؟ ما شاء الله تبارك الله عليكم، إعداد ممتاز متميز ما شاء الله، أحطهم في الجانب كله. أهلا وسهلا. اليمن دولة بحرية أولاً، كما أسلفت 2500 كيلومتر شريط ساحلي، موانئ موجودة. لابد أن تكون الدول البحرية يعني أغلب أهلها يشتغلون في البحر. نعم. هذا في العرف. صحيح. نحن موجود عندنا مثلا جانب الصيادين، تحصل أغلب أهل المدن الساحلية صيادين، لكن للأسف شديد في جانب الموانئ كجانب تعليم وتدريب بالذات حضرموت، لا نريد الاتهام، وإنما يعني ممكن نقول أغفل جانب التأهيل والتدريب البحري في حضرموت. أغفل أبناء حضرموت من الخوض في هذا الجانب. إما هم لأنفسهم، وهذا يعني يعود للتوعية وضعف التوعية في هذا الجانب، هم أنفسهم لم يخوضوا هذا الجانب، أو أنهم أقصوا. والأصل أن تكون لحضرموت اهتمام. يعني نحن مثلا لما نتكلم مثلا عن المتخصصين في النقل البحري، نتكلم مثلا عن قباطنة بحريين، كباتنا بحريين، أو نتكلم مثلا عن مهندسين بحريين، حضرموت بكبرها بموانئها تقريبا معانا من ابناء المحافظه الى 10 اشخاص، وكان الى قبل 5 سنوات 6 سنوات معانا 3 4، لولا ان التدخل الشيخ عبد الله بوكشان جزاه الله خير في هذا الجانب، مؤسس حضرموت للتنميه البشريه، كان لها دور كبير. صار لدينا الان حاليا اكثر من 10 اشخاص تقريبا في هذا الجانب كمتخصصين في هذا الجانب، كقباطنا بحريين ومهندسين. نحن مثلا دورنا، انا الان مثلا الحمد لله ادرس الان دكتوراه في اداره الموانئ، ومن سبق درست ماجستير في موضوع السلامة البحرية في الأكاديمية البحرية في مصر. أصحاب الدراسات العليا أيضا ما زالوا قليل في هذا الجانب. نحن نتمنى أن يكون هناك
توعية، ولعلي وجودي في هذا البرنامج يسهم في هذا الشيء، أن تكون هناك توعية للأجيال الموجودة لأبناء المحافظات الساحلية للاهتمام بهذا الجانب، أن يعني يوعوا أبنائهم، أن يشجعوهم على دراسة إدارة الموانئ، دراسة الهندسة البحرية، دراسة الملاحة البحرية، لأنك أنت الآن في محافظة لديها الآن ميناء موجود، ولدينا أيضا ميناءين مستقبليين بإذن الله تعالى، قد يعني ميناء بروم وميناء ضبة، لدينا ميناء نفطي موجود، ميناء الشحر، ميناء ضبة، لدينا موانئ بالقرب مننا سواء في شبوة أو في المهرة أو في المنطقة كلها مقبلة على هذا الجانب، النقل البحري متوسع، ما في ميناء فتح وقفل وتم إغلاقه، لا لا، ميناء توسع، الميناء اللي فتح وما تطور لا يتطور، ما عدا اللي عندنا بس يفتح في الغالب ما يتطور جنب، لكن الموانئ كل يوم هي في زيادة، ووظيفة النقل البحري وظيفة عالمية، ممكن تشتغل في اليمن، ممكن تشتغل في دول أخرى، ممكن تعمل في أي مكان، أنت مطلوب إذا كنت مؤهل لديك الشهادة الممتازة ولديك الخبرة، أنت مطلوب في أي مكان في العالم، كما أسلفت في السفن لا يوجد شيء اسمه جنسية. بل العمالة البحرية أكثر ما يطلب، العمالة البحرية الرخيصة، يعني مثلا الآن أكثر عمالة بحرية موجودة في السفن هي عمالة مثلا فلبينية، هي العمالة الهندية، هي العمالة في العرب، العمالة المصرية، العمالة السورية. لماذا؟ لأننا نحن عمالة رخيصة، يعني العالم يعني في الغالب تحصل مثلا مالك السفينة، يعني سفينة قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر، فمش معقول يعني بيجيب لك مثلا الكابتن والمهندسين مثلا أوروبيين أو أمريكيين أو شيء اللي هم فوق، اللي أجورهم أعلى، لا أجورهم أعلى، لكن العمالة اللي موجودة البحارة، الزياتين، العمالة العاديين في الغالب يكونوا متوجهين للدول النامية. فكلما كان لدى الأبناء اليمن مؤهلين في هذا الجانب، كلما كانوا موجودين سواء في موانئهم الموجودة أو في هيئاتهم البحرية الموجودة أو كما أسلفت في السفن وفي النقل البحري العالمي. إذن أستاذ نبيل، نحن نشد من هنا من هذا المنبر على أيدي الجهات المختصة بفتح معاهد أو تخصصات في الجامعة في هذا الجانب، لأن ربما تكون مغيبة نفس ما أسلفت. والله وأنا أشد على ما طلبت بونتا. طبعا نحن في 2004 كانت فيه توجه لدى وزارة النقل في حينها أن يكون هناك فرع في محافظة عدن، في العاصمة عدن، أن يكون فرع للأكاديمية البحرية في الإسكندرية. طبعا الآن تقريبا كل الدول الكبرى في هذا الجانب لديها أكاديميات بحرية متخصصة. في العالم العربي كله لدينا مثلا الأكاديمية البحرية في مصر التي أنا أحد خريجيها في جانب الماجستير وحاليا في الدكتوراه. في أيضا الدول التي هي مهتمة، السعودية فتحت كلية خاصة بالنقل البحري، الشارقة الآن والإمارات لديها، عمان لديه، الدول التي تهتم بنفسها تسعى وتنحو نفس الناحية هذا، أن يكون لديها أكاديميات متخصصة. كان لدينا الفكرة في 2004، لكن كما أسلفت الحروب والنزاعات لها دور. حاليا نحن مثلا في مؤسسة مويه البحر العربي اليمنية نسعى أن يكون لدينا معهد بحري، وبحمد الله يعني من هنا يعني الدكتور سالم الخنبشي وزير النقل السابق أصدر قرار بإنشاء معهد بحري في المكلا، والوزير النقل الحالي الموجود دكتور عبد السلام حميد أيضا له اهتمام بهذا الجانب، أنا بنفسي ناقشته في هذا الموضوع ومهتم بهذا الجانب. بإذن الله يكون يوم من الأيام موجود المعهد البحري في مؤسسة مويه البحر العربي. المهندس سالم باسمير أيضا وجهة تحية من هنا أيضا له اهتمام بهذا الجانب، لأن وجود المعهد البحري أول شيء جانب التأهيل والتدريب للموظفين الموجودين في الموانئ والهيئات الأخرى. وبعدين بتكلم على الهيئات الموجوده، لان في خلط موجود. لما تقول ميناء يظن الناس انه كل من يعمل في ميناء هو موظف الميناء، في الميناء في الهيئه العامه للشؤون البحريه، في مصلحه الجمارك اليمنيه، في هيئه المواصفات اليمنيه، في اكثر من جهه داخليه تختلف، كل واحد له جانب معين في عمله. ايوه، لكن كلهم في اطار الميناء. فهذا الهدف انه يكون هذا المعهد اول شيء اهميته انه يدرب الموظفين الموجودين ويؤهلهم، لان العامل حاليا موظف غير مؤهل اوت. لابد انت في صناعه مهمه، صناعه دوليه، لابد ان تكون لديك موظفين مؤهلين مدربين. فان لم يكن لديك هذه المؤهلين، ركن من اركان النجاح راحت غير موجوده. فهذا المعهد مهم هذا الجانب. الامر الاخر العالمي الان، ما يطلع في السفينه، ما يشتغل في السفينه الا بحار مؤهل. المنظمه البحريه الدوليه اللي تكلمنا عليها لديها اتفاقيه خاصه في هذا الجانب اسمها STCW. هذه اتفاقية من أجل أن يكون البحار الذي يعمل في البحر مؤهل كما أسلفت، أن يتلقى تعليم بحري يسمونها دورات حتميات. ما نسمح له أن يصعد على السفينة ويشتغل إلا لديه
ليسن وسمونه سي او سي شهادات كفاءه ان هذا الشخص مؤهل. نعم. اذا التاهيل البحري مهم جدا. بدل بكمل بس نقطه، بدل ما اجعل البحار اليمني يعني يسافر لكي يؤهل نفسه واكلفه، لما يكون لدي معهد مؤهل بيكون فيه بحاره يمنيين مؤهلين، بيكونون بحاره يمنيين يديرون موانئهم ناس مؤهلين، سيكون هناك بحاره يمنيين يعملون في السفن مؤهلين. نعم. إذا كلنا أمل بالتأكيد في وجود كادر مؤهل سواء يمني أو حضرمي مختص في هذا الجانب. الأستاذ نبيل بن عفان كنت ضيف عزيز علينا جدا في هذه الفقرة النقاشية والرئيسية، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم. سعيد جدا بهذا اللقاء، وبإذن الله تكون، أنا أوجه لكم أيضا أنكم يكون لديكم اهتمام بموضوع النقل البحري والموانئ واستضافة الكثير من أبناء المحافظة ومن غيرهم لتوعية المجتمع بالأهمية هذه الكبرى للموانئ وللنقل البحري بشكل عام. بإذن الله، وإن شاء الله نشوف المشروع اللي تحدثت عنه وهو المعهد بإذن الله يكون على أرض الواقع.